طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع الصحوة نت: البنك المركزي يحذر المتلاعبين بالصرف ويهدد باللجوء إلى القضاء. ومن موقع يمن مونيتور: تأخر التزود بالوقود في عدن وراء تعثر رحلات طيران اليمنية. وفي الأخبار المنوعة: إندونيسيا تطالب السجناء الذين فروا أثناء الزلزال بتسليم أنفسهم. أهلا بكم. الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ما تزال تتصدر المواقع الأخبارية والصحف وتتباين التناولات، لأن جميعها تتفق أن الأزمة تتجه نحو اللاعودة كما عبر مسؤول أممي نهاية الأسبوع، وسوف نركز على ما جاء في بعض هذه المواقع حيث يعنون الصحوانات. وسط تهاوي العملة، البنك المركزي يحذر البنوك ومحلات الصرافة من التلاعب بالصرف. وقال الموقع أن البنك المركزي اليمني حذر عددا من البنوك التجارية ومحلات الصرافة من القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق. يأتي هذا وسط تهاون غير مسبوق للعملة اليمنية أمام العملات الأجنبية. وقال محافظ البنك المركزي محمد زمام إنها إذا لم تتوقف هذه المصارف فسوف نتخذ ضدها الإجراءات القانونية، من ذلك إيقاف خدمات السويفت وإدخالها في القوائم السوداء واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلاد. وكما سيتم أحالتها إلى القضاء اليمني، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الدولية والإقليمية ووقف جميع التعامل مع تلك البنوك وشركات الصرافة. وأضاف أن البنوك سيقوم بمراجعة مدى التزام تلك البنوك وشركات الصرافة خلال 5 أيام من تاريخ هذا الإعلان. وأوضح أن المتابعة والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي كشف قيام عدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة بعمليات مضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق. أورد موقع المصدر أونلاين من جانبه أحداثا تشهدها مدن يمنية تعاني مما تعانيه اليمن ككل، وعنون الموقع: احتجاجات في سيئون وشلل في حركة المواصلات وأغلاق المحلات التجارية. وقال الموقع أن مدينة سيئون في محافظة حضرموت شهدت احتجاجات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار الريال اليمني. ويضيف الموقع: خرج المئات من المحتجين في عدة شوارع بمدينة سيئون ورفعوا لافتات تندد باستمرار التدهور الاقتصادي وللمطالبة بوقف انهيار الريال. وقال مراسل المصدر أونلاين إن المدينة شهدت شللا تاما في حركة المواصلات وإضراب جزئي لمالكي المحلات التجارية احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. بسقوط الريال تكون قلعة من قلاع الصمود الوطني قد سقطت، ويكون الانقلابيون بذلك قد استكملوا إغلاق الحلقة الشريرة التي حشروا فيها البلاد برؤية انتقامية ممنهجة لا تخطر على بال. هكذا بدأ السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي نشره في بلقيس. ناقشت منذ يومين صديقا مقربا من أحد مستشاري البنك المركزي حول موضوع تدهور سعر العملة الوطنية وأسباب عدم القدرة على صياغة سياسة نقدية. لم أجد في الحديث الذي تبادلناه ما يبشر بأي معالجات جادة لهذا الوضع المأساوي، سوى أن الجميع يقلب معادلات أكاديمية أكل الدهر عليها وشرب، بحثا عن حلول لمشكلة يصنع الجزء الأكبر منها الإنقلابيون بإصرارهم على مواصلة منهج الحرب لما يوفره هذا الوضع من ظروف لمواصلة المهزلة التي يمارسونها في المضاربة بالريال بواسطة شبكة واسعة من ذوي الضمير الميت، ممن يتكسبون من معاناة الناس بشراء الدولار وغيره من العملات في الأسواق بأسعار خيالية لا يحكمها أي ضابط من ضوابط السوق المعروفة. فالأموال بالريال التي بيد هؤلاء تعود في الأساس إلى المصادر التي تجبى خارج إطار الدورة المالية والنقدية التي يشرف عليها البنك المركزي، وهي ضخمة لدرجة لا تقل عن 40% من حجم النقد المتداول. تشكل أموال شركات الاتصالات جزءاً هاماً منها، وهي التي تضخ إلى سوق العملة بواسطة تلك الشبكة من المضاربين لشراء الدولار والنقد الأجنبي عموماً، مع ملاحظة أن المضاربة هنا
لا تتم لغرض الاستيراد وإنما لتهريبها إلى خارج البلد والتوظيف غالبا في شراء العقارات والاستثمار الخاص. الانقلابيون الذين وجدوا في حالة لا حرب ولا سلم وضعا مثاليا لتنفيذ مخطط إسقاط الدولة عن بكرة أبيها هم العنصر الأهم في هذا التخريب النقدي الذي تفاقم كأداة لتكريس الانقلاب تحت ضغط الوضع الإنساني المتدهور. وصلت أزمة الوقود في اليمن إلى السماء حيث تعثرت رحلات الطيران وعنون موقع يمن مونيتور. تأخر التزود بالوقود في عدن وراء تعثر رحلات طيران اليمنية. ويقول الموقع أن الخطوط الجوية اليمنية أبدت أسفها الشديد لتأخر رحلاتها الجوية يوم الاثنين وتضرر رحلات الثلاثاء بسبب تأخر شحنة الوقود الخاصة بشركة النفط في عدن وطلب تمديد وقت الرحلات الأخرى من غرفة إجلاء التحالف. ولفتت الخطوط اليمنية إلى أن السبب يعود لتأخر وصول شاحنة الوقود الخاصة بشركة النفط في عدن والتي أدت إلى تأخر الرحلات وبعد توفر البترول وضخه إلى شحنات الوقود بشركة النفط تعثر ضخها إلى الشاحنة الخاصة بشركة النفط لتمويل الطائرة ما أدى إلى تأخر الرحلة. وقال البيان إن كابتن الطائرة طلب الإذن بالمغادرة إلى مطار سيئون من أجل التزود بالوقود في حال عدم إصلاح الخلل لدى شركة النفط في مطار عدن. ولفت البيان إلى أن هذا الخلل الذي ترتب عليه تأخر الرحلة سيتطلب طلب تمديد الوقت للرحلات المتبقية من قبل غرفة الإجلاء للتحالف التي تتحكم بدخول وخروج الطائرات اليمنية. صحيفة أخبار اليوم صدرت صفحتها الأولى بالعديد من العناوين أبرزها: وزير النقل يقول أطراف عدة تقف وراء انهيار العملة لإسقاط الحكومة وابتزاز الرئيس، والمبعوث الأممي يغازل زعيم الميليشيا ويؤكد المحادثات لم تفشل. وعنوان آخر أيضا: الرئيس يعقد اجتماعين منفصلين مع اللجنة الاقتصادية وهيئة مستشاري لإنقاذ الريال. والأمم المتحدة تقول انهيار العملة اليمنية وعرضوا 3 ملايين يمني للمجاعة. وعنوان أيضا: عشرات المحلات التجارية تغلق أبوابها بصنعاء والحوثيون يعتقلون عددا من التجار. الحرب في اليمن: دعم الولايات المتحدة للتحالف يثير حنقة وغضب الكونغرس، هكذا عنونت صحيفة لوموند الفرنسية في مقال للصحفي جيل باريس والذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه في جملة واحدة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 من سبتمبر عن الحرب الأهلية المروعة والمخيفة في اليمن، مؤكداً أن السعودية والإمارات تعهدتا بمليارات الدولارات لمساعدة المدنيين اليمنيين وأنهم وفقاً له يسلكون مسارات متعددة لإنهاء الصراع. إنه كلام قد لا يقنع الكونغرس. في شهر مارس رحبت إدارة دونالد ترامب بفشل مجلس الشيوخ في إصدار قرار بإنهاء الدعم اللوجستي الذي قدمته الولايات المتحدة إلى التحالف العربي في حربه ضد تمرد الحوثيين، ودافع عن القرار عضو مجلس الشيوخ المستقل برومين ساندرز والجمهوري مايك لي، اللذان عادة ما يكونان في مواقف متناقضة تماماً. كان السيناتور المحافظ تود يونغ والديمقراطية جين شاهين أكثر حظاً في تمرير قرار يجبر وزارة الخارجية الأمريكية بأن تتعهد ببذل قصارى جهدها كي تجعل حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تنهيان الحرب وتخففان من الأزمة الإنسانية وتحميان المدنيين. بعد خطأ سعودي جديد، إطلاق صاروخ أمريكي الصنع على حافلة مليئة بالأطفال في أغسطس، امتثل رئيس الدبلوماسية الأمريكية لهذه المطالبة الجديدة في 12 من سبتمبر لكن دون قناعة، وهذا أقل ما يمكن قوله. وقالت النائبة جين شاهين: من الواضح أن التحالف لم يحقق هذه الأهداف، ومن الواضح أن الإدارة تحاول عمدا إضعاف إشراف الكونغرس. وتفاقم الأمر أكثر من ذلك، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، فشركة التسليح ريتيون تضغط من أجل كسب التأييد لتأمين بيع 60,000 ذخيرة دقيقة التصويب للرياض مقابل نحو 2 ملياري دولار.
صحيفة العرب الجديد نقلت عن السعودية قولها إنها تعمل لتصحيح أخطاء في عمليات الاستهداف ارتكبها تحالفها العسكري في اليمن، وأودت بحياة مدنيين بينهم أطفال، لكن خبراء بالأمم المتحدة أبدوا شكوكا. وتواجه المملكة ضغوطا دولية متزايدة بما في ذلك من حلفائها كي تفعل المزيد للحد من الضحايا المدنيين في الحرب المستمرة منذ قرابة 4 أعوام. قائمة انتهاكات التحالف لحقوق الإنسان طويلة، بعضها يرقى إلى جرائم حرب وتبدأ بقصف أهداف المدنية مرورا بالاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب وصولا إلى انتهاك الكرامة الشخصية، وباتت تلك الانتهاكات تلاحق التحالف رسميا. وفحصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل السجن السعودي فيما يتعلق السجل السعودي فيما يتعلق بالالتزام ببروتوكول يتعلق بالأطفال في الصراعات المسلحة، وأثارت مرارا قضية الأطفال الذين قتلوا في هجمات للتحالف في اليمن. لكن عسيكر العتيبي المسؤول بوزارة الدفاع السعودية أبلغ اللجنة التي تضم 18 خبيرا مستقلا بأن التحالف الذي تقوده المملكة ملتزم بالقانون الدولي الإنساني ولديه قائمة تضم 64,000 هدف محتمل في اليمن يحظر استهدافها منها المستشفيات والمدارس. الحق في الفلسفة، تحت هذا العنوان كتبت زليخة أبو ريشة مقالها المنشور في الغد مضيفة: لا معرفة من دون فضول السؤال، وكل فضول في التعلم حق مشروع للفرد، ولما هو حق لأنه لا يمكن أن يحدث تعلم من دون استخدام العقل الذي هو مصنع الأسئلة وملعب الإجابات المحتملة. وعندما نقول تعلم فنعني التعلم الإبداعي البعيد عن الحفظ والتلقين، فالحق في الفلسفة في جوهره هو حق في التعليم وحق في إنتاج المعرفة وحق في المساهمة في إعمار العالم. فلقد أرانا الواقع كيف تسقط الأمم بينما أجيالها تتحول إلى بغبغاوات تعيد ما تحفظ على أنه في صورة الحل للأزمات وفي صورة النهوض المزيف. ولا ينضوي تعليم الفلسفة على تاريخها وأعلامها فحسب، بل على تعليم التفكير الناقد منذ أول ساعة يلتحق فيها الطفل بالمدرسة. فمن لا يقبل لطفله أن يتعلم كيف يحاكم الفكر المجتمعي الذي يؤمن بجن تتلبس البشر بدل أن يكون الكشف عنهم سريرياً سبيلهم إلى العلاج بالدواء، ومن لا يريد لطفلته أن تتبين موقعاً من الحياة باحترام إنسانيتها بدل أن تكون فرداً في قطيع أو شيئاً من ممتلكات، ومن يقبل لنفسه أن يكون عالة على تراث النقل والاتباع بدل الوثوق بقدرة العقل في حل المشاكل والإبداع. فلننظر موقعنا من الفلسفة وتعاليمها حتى نحدد مكاننا من المساهمة في خدمة البشرية وفي خدمة أجيالنا وأوطاننا وفي تطوير منظومتنا التربوية المتآكلة مدخلات ومخرجات. رفض المراقب الجوي في مطار موتيار سي سيفري في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي بوسط إندونيسيا كما تقول صحيفة البيان مغادرة برج المراقبة بعد الزلزال القوي الذي هز الجزيرة وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 832 شخص، وظل يعطي الإرشادات لطائرة ركاب مدنية كانت على وشك الإقلاع. وقال المتحدث بهيئة مراقبة حركة الطيران الإندونيسية يوهانس هاري: عندما وقعت الهزة الأرضية كان يعطي أوامر الإقلاع لطائرة باتيك إير وانتظر إلى أن أقلعت الطائرة بأمان قبل أن يغادر برج المراقبة، مضيفا أنه على الرغم من أن قرار أوجنيك كلفه حياته فإنه ربما أنقذ مئات الأشخاص. وأضاف الطيار أن آخر كلمات أوجناغ له كانت باتيك 6231، باتيك 6231 المدرج 33 جاهز لكم للإقلاع. وعقب إقلاع الطائرة بدأ المبنى يهتز بقوة، فقفز أوجناغ من نافذة في الطابق الرابع خشية أن يحاصر تحت الأنقاض ليتم نقله إلى أقرب مستشفى، حيث تبين أن أوجناغ تعرض لإصابات داخلية وكسر في ساقه، غير أنه توفي قبل نقله بمروحية إلى مستشفى آخر بإمكانيات أفضل. ومن أندونيسيا أيضا، كما ذكرت القدس العربي، طالب وزير الأمن الأندونيسي 769 سجينا هربوا بعد وقوع زلزال
دمر مبنى سجن في جزيرة سولاويسي بتسليم أنفسهم. وقال ويرناتو المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية إن السجناء فروا من سجنين في منطقتي بالو وويندلا عقب وقوع زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، ما أدى إلى انهيار جدران وحواجز منشآت السجن. وأضاف: لقد حددنا موعدا نهائيا وأمهلناهم أسبوعا لتسليم أنفسهم. وقال أحد المسؤولين بسجن باولو إن الحراس لم يتمكنوا من منع السجناء عن الهرب أو الهروب بسبب انشغالهم بمحاولة إنقاذ أنفسهم. وأضاف أن القبض على السجناء ليس أولوية بالنسبة لهم، لأن السلطات مشغولة بمساعدة ضحايا الزلزالين وموجات المد العاتية تسونامي. تسرق الكاميرا أحيانا لقطات خارجة عن المألوف لأكبر قادات العالم، والذي لا يمكن أن تغفل عنهم شاردة أو واردة. صحيفة الديلي تيليغراف التقطت تلك اللحظات ونشرتها بالإضافة إلى صور أخرى متنوعة. نتابع. الكاريكاتور هو فن قائم بذاته، وفي أحيان كثيرة يوصل رسائل أكبر وأعمق مما توصلها الفنون الأخرى، وهنا تكمن أهميته. مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية نتابعها في جولتنا اليوم. وبهذه الفقرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.